أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء من مدينة معرض دمشق الدولي، والذي نتحدث من خلاله مع ضيوفي عن الجدوى الاقتصادية والأبعاد الاقتصادية للقاءات التي تتم. في هذه الحلقة نخصص متسعا من الوقت للوفد الهندي الذي أبرم عدة اتفاقيات، عدة تفاهمات أيضا كانت خلال العام الماضي، خلال معرض العام الماضي استكملت هذا العام، إذا كان مع القطاع العام أو مع عدد من الشركات في القطاع الخاص. ومن ثم نتحدث عن أهمية التوجه شرقا، الشعار الذي رفعته الدولة السورية للتعاملات الاقتصادية فيما يتعلق بهذا التوجه، لا سيما بعد العقوبات الاقتصادية والحصار الذي طال سوريا طيلة سنوات الحرب التي عانت منها كثيرا، وتحديدا في مفاصل القطاع الاقتصادي. أسأل ضيوفي أيضا عن التشريعات الاقتصادية التي تتحدث عنها الحكومة السورية، هل هي مناسبة؟ هل فعلا هنالك تسهيلات اقتصادية؟ هل نتحدث نحن عن بيئة تشريعية اقتصادية ممكن أن تستقطب رجال الأعمال؟ هل تأسيسها مبني على قاعدة متينة وممكن أن تستمر؟ ما الذي ينقصها إن كان هنالك عدد من النقاط التي يتم نقاشها وطرحها في هذا المجال؟ ومن ثم نتحدث عن الجدوى الاقتصادية من المشاركة في معرض دمشق الدولي، ما الذي حققه للمشاركين وما هي الآمال والطموحات بهذا الخصوص؟ أرحب بضيوفي في هذا اللقاء عبر قناة سما الفضائية. معي السيد أنمول شارما، المدير العام لجلوب انترناشنال كومباني، أهلا وسهلا. ألو، مرحبا. ومعي أيضا الدكتور زين عباس، الخبير بالشؤون الاقتصادية السوري ومقيم بالهند، أهلا بك يا دكتور زين. أهلا وسهلا فيك مدام. معي السيد أيمن التعمري، الرئيس التنفيذي لمجموعة التعمري أيضا في سوريا، أهلا وسهلا سيد أيمن. أهلا وسهلا فيك. أهلا شكرا. أبدأ سؤالي لسيد أنمول شارما، هو ليس اللقاء الأول وتحديدا على مدينة معرض دمشق الدولي، ولكن هذه المرة كان هنالك عدد من اللقاءات الرسمية ومع القطاع الخاص. أود أن تتحدث لي عن هذه اللقاءات، ما هي الفائدة والجدوى منها لكم كرجال أعمال هنود زرتم المعرض وبالتالي زرتم سوريا؟ هو فضل إلي أن نكون نحن بهذا المعرض. It's my fifth time in Syria, less than two years. هي خامس مرة لإلي بأقل من سنتين. I'm very happy to be part of Indian delegation this time. وأنا كتير مبسوط بإني واحد من المجتمع الهندي اللي عم يشارك بسوريا. Every time we are coming to Syria, we are making so many friends, so many business opportunities are here. كل مرة عم نجي لسوريا عم نكون كتير صداقات وعم نكون فرص عمل كبيرة. And as compared to last fair, this fair is like a festival. وبالنسبة للمعرض الماضي، هذا المعرض يعتبر كمهرجان أكبر وأكبر. أنا أود التركيز فعلا على الناحية العملية، على الناحية الاقتصادية بالتحديد أيضا. ما هي المنفعة الاقتصادية التي تمت لكم أنتم كمدراء عامين، كأصحاب شركات، التقيتم مع سوريين؟ تحدثت لي عن أن السوق السورية ممكن أن تكون واعدة، هل فعلا هي كذلك بالرغم من ظروف الحرب؟ Since I belong to electrical background, we are manufacturer of electrical transformers, electrical cables and solar panels. بالنسبة إلي أنا خلفيتي هي عن المصانع الكهربائية والطاقة البديلة والطاقة الطاقة الشمسية. During last exhibition we had a wonderful clients and these clients gave us very good بالمعرض الماضي to Tamari Group and Sinmar. بالمعرض الماضي كان عندنا كثير عملاء جيدين، وهدول العملاء كانوا عملنا معهم صفقات جيدة. Seeing that relation to move forward, we had just signed a MOU between Tamari Group and the Globe International to manufacture electrical transformers in the soil of Syria with a joint venture of India. وتكملة لهالعلاقات نحن وقعنا عقود بهذا المجال، مجال الطاقة. امبارح كنا موقعين عقد مع الشركة تعمري جروب بمجال الطاقة الكهربائية. سوف أسأل لاحقا عن الطاقة المتجددة وما هي القطاعات التي ممكن أن تستثمروا فيها كهنود. الآن لديكم مشروع على الأقل
في سوريا. أسأل سيد زين عباس بهذا الخصوص، في بعده الاقتصادي وفي جدواها الاقتصادية، نحن نريد الآن مادة عملية نتحدث بها. تحدثنا كثيرا عن العلاقات وعن الرسالة التي أعطيت من معرض دمشق الدولي، إذا كان العام الماضي أو هذا العام، ولكن نحن نتحدث الآن بشكل فعلي عن بعد اقتصادي. هل ترى أن البيئة التشريعية الاقتصادية من قوانين، من تسهيلات، من أبعاد اقتصادية موجودة لدى الحكومة السورية للاستثمار، تستطيع أن تقول كخبير في الشؤون الاقتصادية أن هذه البيئة فعلا تضمن رأس المال وتضمن أن يقوم هنالك استثمارات كاملة على هذه الأرض؟ في الحقيقة ليس هنالك شك بأن البيئة الحاضنة، ودعيني أقول البيئة الاقتصادية في سوريا، تحظى باهتمام مباشر من رئاسة الجمهورية، وكان هنالك دوما تشجيع من قبل الحكومة لدعم القطاعات الخاصة للتعاون مع الشركات العالمية لاستقطاب الاستثمار العالمي. العام الماضي نلاحظ فرق ما بين المعرض في السنة الماضية وفي هذه السنة. السنة الماضية كان المعرض عبارة عن رسالة سياسية، ولكن السنة هي عبارة عن سياسي اقتصادي. فائدة المشاركة في هذا المعرض بتسجل بأهم نقطة. طيب اليوم نتحدث الآن عن المرونة التي ممكن أن تتحرك بها الحكومة السورية. نحن نعلم بأنه في عقوبات اقتصادية وفي حصار اقتصادي أيضا مفروض خلال سنوات الحرب. هل هذه المرونة تجاوزتها الحكومة أو تجاوزها القطاع الخاص والقطاع العام بسوريا؟ صمود الحكومة السورية، أو دعيني أقول القطاع الخاص السوري، خلال هذه الحرب التي شنت على بلدنا الغالي هو دليل قاطع بأن قدرنا أن نتجاوز العقوبات الاقتصادية التي فرضت علينا. دائما نلاحظ بأن الحكومة السورية تسعى لمساعدة القطاع العام أو القطاع الخاص لتجاوز هذه العقوبات، وهنالك مرونة في التعامل مع الشركات التي تشارك في هذا المعرض أو التي تحاول استثمار في السوق السورية. هنالك توجه واضح ودعم واضح من قبل حكومتنا لاستقطاب هذه الشركات للعمل معنا ولاستقطاب الخبرات الخارجية. المرحلة اللي مرينا فيها نحن كشعب وكدولة وقطاع أعمال خاص أو عام، مرحلة كانت صعبة، قدرنا نشتغل في ظروف صعبة جدا، لأنه نحن بنعرف أنه من الحروب التي شنت على بلدنا هي الحرب الاقتصادية والعقوبات الاقتصادية، بس قدرنا أنه نثبت نحن وجودنا وقدرنا نأمن الأمور الأساسية للاستمرار في هذه المرحلة. رح نرجع نحكي عنها هي وما الذي ينقص أيضا بطبيعة الحال، لكن أسأل السيد أيمن التعمري، ما الذي فعله الوفد الهندي في سوريا؟ قلت لي بأنه العام الماضي كان هنالك عدد من الشركات التي وقعت لأن تكون مستثمرة في السوق السورية، زاد هذا العام كما قلت لي قبل الهواء. تتحدث لنا عن هذه التجربة، لماذا ازداد عدد الشركات؟ ما هو الهدف الاقتصادي؟ ما هو الأمل من استثمار المستثمرين الهنديين في السوق السورية؟ نحن هلا بلشنا بالمعرض هالسنة، هاي غير المعرض السنة الماضية. السنة الماضية كانت عبارة عن 12 شركة مشاركة معنا، هلا نحن صار في عنا اجانا فوق 40 شركة، وإجا وفد من رجال الأعمال من الهند 85 شخص إجوا وشاركوا وزارونا هون على الجناح، الجناح الهندي هون، والشركات كانت كتير مهتمة وكتير حابة إنه تيجي وتستثمر بسوريا بطريقة فعالة، يعني جايين بدهم يستثمروا بسوريا بإعادة الإعمار، وكان عندهم هدف كتير كبير وحابين كتير إنه يكونوا موجودين معنا حاليا بسوريا. طب أنا بدي أسأل عن المعرض كوضع اقتصادي وحدث اقتصادي، بتقدروا تعملوا اتفاقيات؟ أم أنه المعرض ممكن يكون بيئة مناسبة لعرض وطلب ما الذي يريده رجال الأعمال الهنود وما الذي يريده بطبيعة الحال أصحاب الشركات السورية من القطاعين العام والخاص؟ المعرض هو لازم يكون، لازم نعمل فيه اتفاقيات كتير، لأن نحن الشركات اللي جايبينهم هن جايين لإعادة الأعمار، يعني أنت عندك شركات بعدة اختصاصات بالكهرباء بالنفط، في قطاع الغاز، في كل القطاعات اللي فينك تحكي فيها، في قطاعات الاسمنت. اليوم عملنا جولات اخذناهم، اليوم طلعنا على حما، طلعنا على معمل اسمنت حما، الشركه السوريه لصناعه الاسمنت،
طلعنا على الأسمدة، شركة الأسمدة بحمص أخذناهم، كانوا مهتمين كتير بحيث إنه يعني سافروا معنا، طلعوا على الطريق. تعرفين إحنا هلا إن بقولوا لك حالة حرب خافوا يسافروا، لا سافروا معنا وما خايفين أبدا، وعدينا من الرستان وكانوا نحكي طول الطريق إنه الحمد لله إنه رجعت الأمور تمام. فعم بيحاولوا إنه يعملوا أي شيء بسوريا، حابين يساعدوا ويجوا يعملوا شغلهم. طيب بدي أرجع لحضرتك فيما يتعلق بشركة جلوب أيضا انترناشنال وتوجهها نحو سوريا. قبل قليل ذكرت لي موضوع الطاقة المتجددة وأمكانية أن يكون هنالك استثمار بهذه الطاقة على الأرض السورية. ما هي الجدوى الاقتصادية من أن يكون هنالك استثمار في الطاقة المتجددة في سوريا؟ Yeah, fortunately, I got the opportunity to visit Hama and homes and Hama today. كان عندي أنا زرت حمص وحما اليوم. We are just coming from Hama now. ورجعنا directly to the exhibition. للمعرض فورا. There we saw the cement factory. شفنا معمل. As well as a fertilizer plant. وأربعين معمل. So there are some electrical components due to which the factory is not running properly. بأكثر من جهاز كهربائي نحن فينا نأمنه لهدول المعامل. We have noted down where they need our help for upgradation of the system. قلنا لهم شو فينا نساعدهم. And as far as a factory of transformer is concerned, it is one of the huge scope to rebuild Syria from our side. This will be a gesture to Syria to upgrade the electrical system, the distribution network. من وجهة نظرنا هي مشاركتنا اللي رح تعمل فرق بسوريا، انه نقدم الاجهزة الكهربائية للمعامل والتجهيزات الكهربائية حتى تشتغل. And I'm sure this is my fifth visit. People who came with me, so many people are coming here for the first time. So it is like a motivational effect for them. انا بالنسبة لي هي خامس زيارة، اما اللي اجوا معي اجوا لأول مرة تحفزوا، كان في كثير محفزات. And we are this time by the government of India, the CII Federation, the PO, and نحن مدعومين هلا من الجمهورية الهندية. 85 people we had from India who are looking for business opportunities in Syria. وفي عدد من المستثمرين الهنديين اللي صاروا مهتمين بسوريا مؤخرا. Before last year it was like 5 to 6 Indian delegates. So this time we are having more than 100 delegates. Tamari Group and Sinmar, we are representing more than 40 companies here. السنة الماضية كانوا 5-6 شركات، أما هلا صاروا 40 شركة هندية مهتمين بسوريا. This visit of all the delegation, once we visit back, once they will go back home, they will spread a good word for Syria, that Syria is a safe haven for investment. لهيك بزيارتهم اللي زاروها أول مرة لهالمعرض رح يرجعوا وينشروا خبر إنه سوريا ما فيها شيء وإنه سوريا خرج الاستثمار. طيب قبل أن أنقل إلى ضيفي أسألك في القطاعات الجديدة التي ممكن أن تكون هدفاً لشركات هندية، إذا كان شركات مشتركة أو عامة أو من القطاع الخاص، بمعنى أن الهند لديها تكنولوجيا عالمية عالية غير موجودة لدى مناطق أخرى أو دول أخرى، ما هي القطاعات الأكثر طلباً الآن والأكثر إلحاحاً بالنسبة لتلك الشركات، وترى أن في سوريا ممكن تسويقها؟ I can't hear you properly. You can hear the translation? You heard the translation or not? I could not. Okay. We have a special, you know, there are each segment needs the improvement in Syria. كل قسم بده تحسين بسوريا. Since from one decade there are some troubles, ongoing troubles were going on. من العقد الماضي كان في مشاكل بعملية. As I submitted earlier, there were several opportunities. I am traveling in homes, in Aleppo, in Tartus. هو عم يسافر بالمحافظات السورية حمص وحلب. I can see you are still using the orthodox system, which is very well maintained.
وانتم عم تستخدموا تقنيات قديمه ونحن فينا حتى بحق الزراعه والادويه والكهرباء نحن فينا نقدم تكنولوجيات جديده. انديا بينج ا فيري بروميننت بارتنر اوف سيريان جوفرمنت وي وود لايك تو هاف ا انوفيشن اند انفستمنت ان ذا جراوند اوف سيريا. بما انه الحكومتين شركاء نحن فينا نعمل استثمارات تحدث وتطور المعامل والسوق الاقتصادي عنا بسوريا. اوكي يمكن لانه شوي الضجه تاثر على الترجمه. دكتور زين اسالك عن الان نظره تلك المنطقه الشرق، يعني فعلا سوريا تريد ان تستثمر في الشرق، لكن هل الشرق مستعد لان يستقبل هذا الاستثمار، وهل هو مستعد لان يرسل شركاته وراس ماله الى هذه الارض؟ وهذا سؤال قليل يطرح، لانه دائما نحن نتحدث عن انفسنا ما الذي نريد، هل هو فعلا يريد ذلك؟ أنا برأيي الشخصي مجرد وجود الشركات سواء كانت الشركات الصينية أو الهندية أو الروسي المشاركة اليوم معنا بهذا المهرجان هو جواب للأسئلة اللي نحن عم نطرحها. نحن بداية من خلال ما مرت به سوريا من مراحل صعبة كان في توجه واضح نحو الشرق، ولاحظنا أن أصدقاء سوريا في الشرق فتحت الأبواب لنا لرجال أعمالنا لوفودنا للتعاون ولرفع المستوى التبادل الاقتصادي بيننا وبينهم. في عدة فعاليات عالمية أكدت الدول اللي نعتبرها نحن حلفائنا وأصدقائنا روسيا الهند الصين دعمها للشعب السوري، دعمها لهذه المرحلة المهمة، دعمها لمرحلة إعادة إعمار سوريا بعد الحرب التي شنتها دول الغرب على سوريا. أصبح لدينا فجوة، هاي الفجوة أنا باعتقادي قدرنا أنه نملأها من خلال تعاوننا مع دول الشرق مع أصدقائنا. نحن لازم نتعلم من التجارب السابقة، يعني نحن أقرب تجربة لنا كانت هلأ تجربة روسيا، العقوبات الاقتصادية اللي شن الغرب على روسيا عقوبات كمان صعبة كانت على الاقتصاد الروسي، ولكن الاقتصاد الروسي استطاع أن يتعافى بشكل سريع ونحن على هذا الطريق نسير. يعني اليوم نحن كحكومة سورية قادرين بأنه يكون لنا بديل عن الغرب وهو الشرق. طيب والمرحلة القادمة، لكن يعني في تخوف شوي ونحن بنحكي بصراحة ووضوح أيضا وضمن مدينة معرض دمشق الدولي يلي هو بيتحدث عن نفسه بطبيعة الحال، وسائل الإعلام تنقل كل النشاطات التي تتم، ولكن نتحدث الآن عن هل فعلا هنالك تسهيلات حقيقية من الحكومة السورية ضمن هذا التوجه للشركات للوفود لرجال الأعمال التي ممكن أن تأتي؟ هلأ بشكل عام هنالك تسهيلات، يعني مشان نحن نحكي بالعام في تسهيلات مقدمة من قبل الحكومة السورية، بس نحن دائما كرجال أعمال أو كخبراء اقتصاديين نطمح أنه هالتسهيلات تكون بشكل واضح أكثر وبسرعة أكثر من السرعة الحالية. يعني نحن بمرحلة كتير حساسة اليوم، نحن بحاجة أنه نلعب على العامل الزمني، يعني نحن لازم يكون في عنا خطوات فعالة وسريعة لحتى نوصل للشيء اللي نحن بنطمح إليه. ما فينا نحن اليوم نلعب بالعامل الزمني أنه نأجل عملنا للغد أو نطمح بأنه معلش بعد الحصار رح يتم وقف الحصار الاقتصادي على سوريا. لا، نحن فينا اليوم نتعاون ونشتغل مع أصدقائنا ضمن الظروف اللي نحن هلأ عم نواجهها. يعني أنا برأيي في إمكانيات يمكن نشتغل بطريقة أسرع وفعالة أكثر من خلال تعزيز علاقاتنا مع الدول يلي ما قطعت العلاقات الاقتصادية معنا. خلينا نكون مثلاً نحن إذا بدنا نخصص، بس بطبيعة الحال قائم هذا الموضوع طبعاً. أنا أتحدث عن القوانين والتشريعات والمرونة اللي عم تحكي عنها، عم تقول لازم تكون أسرع من هيك من قبل القائمين على القرار الاقتصادي بسوريا مع هالشركات هاي. لا، أنا عم بحكي بطريقة أسرع، هي أنه نعزز التعاون ما بين البلدين، ومو بس نوقع اتفاقيات أو مذكرات تفاهم، ننفذ لازم ننفذها طبعاً، لازم تتنفذ على أرض الواقع. يعني أنا لازم يكون هناك في لجنة، أو دعين نقول أنه بكل وزارة نشكل لجنة مختصة لمتابعة هذه الأمور. يعني لازم نحن نستفيد خلال فترة المعرض. برأيك القطاع العام هو الذي ينهض بإعادة الإعمار داخل سوريا أم لا القطاع الخاص له دور كبير بهذا الموضوع؟ لا شك أنه القطاع الخاص له دور، بس الدور الأساسي نحن كبلد لازم يكون للقطاع العام.
لأنه القطاع الخاص بيقوى وبيكون له ثقة أكبر باقتصادنا لما يكون في قوة للقطاع العام. ونحن بهاي المرحلة لازم نعاول أكثر على القطاع المشترك، يعني بالعقوبات وبالظرف الاقتصادي الصعب. شو قصدك؟ قصدك التجربة الهندية بهذا الموضوع؟ لأنه نحن منشوف كثير من طبعاً الشركات القطاع المشترك بالهند. طبعاً طبعاً الهند اتجهت في مرحلة من مراحلها بالثمانينات لما كان في هنالك صعوبة إلى القطاع المشترك ونجحت بهاي التجربة. اليوم القطاع العام والقطاع الخاص بيقدروا يقدموا شيء كثير مميز لاقتصادنا. في خبرات نحن بحاجتها هي موجودة في القطاع الخاص، وهنالك موارد نحن بحاجتها موجودة للقطاع العام، ليش ما بنستغل هالفرصة؟ يعني اليوم نحن شفنا في بداية الأزمة كثير من رجال الأعمال السوري ورأس المال السوري توجه إلى الخارج، علينا استقطاب هذا الرأس المال للتعاون مع القطاع العام، وصدقيني في ثقة بالقطاع العام أكثر من القطاع الخاص السوري، يعني نحن هذا لاحظنا. بس بدك تسأل رؤوس أموال اللي طلعت، هل هي مستعدة إنه تكون شريك؟ لأنه هي حملت هالأموال وطلعت. يعني مو دائماً اللوم على اللي قاعد جوا، مو دائماً اللوم على القطاع العام. أكيد لا، أنا عم بتحدث عن رجال الأعمال يلي قدروا ينجحوا في الخارج، نفتح أبوابنا لاستقطابهم ليرجعوا لداخل سوريا. ما في شخص غير ما بيتمنى يساهم بهالمرحلة، هاي مرحلة إعادة إعمار سوريا. سوريا بتضل غالي على قلب كل سوري. فأنا برأيي نحن في سوريين برا، سواء كانوا رجال أعمال أو خبراء أو حتى من طلابنا يلي هني سفراء لنا في الخارج، علينا أن نتعامل على إعادتهم إلى سوريا لهذه المرحلة. هاي المرحلة كتير مهمة. طيب خليني أسأل السيد أيمن، بعد ما نطلع على تقرير بالجناح الهندي عدد المشاركين والشركات المشاركة أيضا، ولكن أسأل السيد أيمن فيما يتعلق بالقطاعات التي ممكن أن تبرم بها اتفاقيات بهذا الشأن. قلت لي قبل قليل أن وقعتم عدة اتفاقيات، نتحدث عن القطاعات اللي أبرمتوا فيها اتفاقيات، وين هدفكم تتوسعوا أكثر جغرافيا في سوريا؟ ما الذي يمكن ايضا ان تقدمه هذه القطاعات للسوق السوريه؟ هلا نحن في عندنا بالجناح عندنا في شركات مختصه بصناعه الاسمنت، وصناعه الاسمنت في شركه حابه تعمل استثمار عندنا بسوريا هون، وعندها فكره انه تنشئ معمل هون، يمكن انه يصير على النظام التشاركي او اي شيء مع وزاره الصناعه بشيء خاص بموضوع الاسمنت. هذا الموضوع هذا امبارح اقترحوا انه يصير بحما، بدهم خط رابع بمعمل اسمنت حما، انه يصير على نظام تشاركي او الصيغه اللي بدهم يلاقوها. في عندنا شركه نحن جاي معنا مهتمه في هالموضوع بطريقه كثير كبيره. يعني ما دام هنا هذيك السنه كان جناحنا مساحته 100 متر، هلا صار مساحته 300 متر، صار نحن عندنا فوق ال 40 شركه بالجناح، وكلهم مختصين لاعاده الاعمار، محولات كهرباء، كابلات، معامل اسمنت، يعني في كثير. بدي اعد لك 40 شركه، ما بقدر اعد لك اياهم كلهم. كانه هن عم يركزوا على قطاع الكهرباء ايضا بهذا الخصوص. نحكي عن التجربه، ما الجديد الذي ممكن هلا نحن عملنا مذكرة تفاهم انه نعمل معمل هون بس خاص وليس مع القطاع، معمل خاص انه نعمل نحن وشركه كلوب نعمل معمل محولات هون. فهذا هلا كمان عم نعمل دراسه عليه، ونحن طلعنا على الهند صار مرتين، انا هالسنه طلعت مرتين على الهند، وان شاء الله هلا بعد شيء 20 يوم بدنا نرجع نطلع مره ثالثه ونشوف شو بدنا نوصل للموضوع هذا. طيب اليوم بدنا نتحدث عن اليد العامله التي ممكن ان تكون ضمن هذه القطاعات التي تستثمر في سوريا. نعم. بمعنى اليد العامله ستكون سوريه فنيا وخبراتيا، وحتى الإيد العاملة بالآليات وهذه القطاعات، وما الذي يمكن أن توفره لليد العاملة السورية؟ بتوفري أنت كثير. هلأ عندك بتوصفي كثير بهالموضوع هذا. هلأ إذا عملته مثلا صار معمل اسمنت صار بده موظفين له، يعني هلأ بالنسبة إنه نحن معمل محولات بده أقل شيء 80 عامل على المستوى اللي نحن عم نحكي فيه، بدنا أقل شيء 80 عامل فيه. فهذا الموضوع يا مصير عندك انت بتخفف البطاله عندك، بتعرف الظروف اللي نحن عايشينها كونه اقتصادنا، يعني نحن بحصار ونحن بوضع ما منا مرتاحين فيه. قبل الازمه كنا مرتاحين، هلا الوضع ان شاء الله، بس انا اللي شايفه بهالمعرض هالسنه هذا تغير كثير كثير الوضع. الوضع صار احسن كثير، النسبه المشاركه يعني نحن الدعوات هلا انا بتوقع السنه الجاي
يكون نحن جناحنا أكبر بكثير. يطلبون منكم ضمانات الشركات الهندية؟ لا لا لا، ما في ضمان. لا يطلبون ضمانات. لا لا لا، يعني في بروتوكول معين بده يصير عليه. يعني مثلا بقول لك انت عمل الارض والهنجار والشيء البنيه التحتيه تكون نحن مجهزين لها، هن بجيب مكنه. ضمانات من الحكومه، بمعنى انه ان تكون الحكومه نعم. هي جهه بهذا الاتجاه، جهه ضامنه. هلا كونه نحن قطاع خاص ما بدمالهم على الحكومه في الموضوع هذا، بس هلا اذا في عن نظام التشاركي مع الحكومه هدول بده قانونيين هن بده يكونوا مسؤولين. نحكي كمان عن نظام البي او تي بعد هذا التقرير الذي وصلت. طيب نرجع لحتى نشوف التقرير مع زملائنا. بسأل السيد أنمول، اليوم كنا نقول أن إعادة الأعمار تحتاج إلى قرارات جريئة ممكن أن تتخذها الحكومة في أي بلد الذي تعرض لحرب، وممكن أن تتخذها الحكومات الأخرى. هل نحن فعلا أمام بيئة جاهزة للاستثمار؟ هل ترى أن سوريا بيئة جاهزة للاستثمار الآن؟ لماذا مثلا رجل الأعمال الهندي يقول أتوجه إلى سوريا ولا أتوجه إلى أوروبا مثلا؟ It has been like 2 years since we are coming and going from here. The government of Syria, like the ministry, electricity ministry, power ministry, your energy ministry, agriculture ministry, and chamber of commerce, they have given us assurance that this is the safe havens to invest. And as the time is progressing, I think this is the best place, because this is from here we can have a very good chance to export from Syria to Europe to even Middle East and Africa. Because from India, the disadvantage we have is the freight. India is a very far east country in Southeast Asia. If we have to ship something, some goods from India, manufactured in India, I think they'll be more expensive. If we make it here, it will be more competitive. طيب اليوم اذا ما قلنا انه دول البريكس ممكن ان تكون القادم الأفضل بالنسبة للعالم، وممكن أن يكون لها ثقل اقتصادي، يرى كثيرون أن دول البريكس لم تستطع حتى الآن أن توجد هذا الثقل الاقتصادي وأن تقدمه عوضا عن الولايات المتحدة مثلا أو عوضا عن الغرب. ما زالت تحتاج إلى كثير كي تصبح عملاقا في الاقتصاد. هل أنت مع من ينظر لهذا الوضع عن دول البريكس؟ Yes, it need time. It will يحتاج وقت. They will يحتاج وقت. بس رح يركزوا على السوق السوري. من قبل الحرب كانت سوريا عم تتطور بالشرق الأوسط بالوطن العربي. Yeah, I think more people know about Syria, that it is getting to peace. I think more. كل العالم عم تعرف هلا انه سوريا عم يصير سلام، واكيد دول البريكس مثل الهند وما عندها اي مشاكل انها تستثمر بسوريا. ونحن تحت رعاية السفارة السورية بالهند والسفارة الهندية بسوريا عم يقدموا لنا ضمانات وعم يقدموا لنا تسهيلات كثير منيحة. نعم سيد زين، أتحدث الآن عن الصناعات الثقيلة. يعني بفترة من الفترات كان في دعوات من قبل بيلاروس، وحضرتك تعرف أنه بيلاروس بلد مهم في الصناعات الثقيلة. الآن ممكن أن تتوجه إلى السوق السورية بهذا الخصوص، كون عندها variety، تنوع بهذا الموضوع. هل فعلا هنالك توجه أيضا للصناعات الثقيلة بسوريا؟ وأنا علمت منكم أنه في قطع للجرارات ممكن أن ينشأ على الأرض السورية. السوق السوري بحاجة للآليات الثقيلة، ومثل ما ذكرتي حضرتك مدام، مبارح تم توقيع اتفاقي ما بيننا وبين شركة سوناليكا العالمي لإنشاء معمل لتصنيع وتجميع الجرارات في سوريا تحت إشراف وزارة الصناعة.
في هاي المرحلة القادمة رح ينعلن عن كثير من هاي الاتفاقيات ورح تتطبق على أرض الواقع، بسبب أنه نحن صرنا اليوم في متابعة جدية بهذا الخصوص، وصار في ثقة من قبل الشركات يلي عم تتعاون معنا بأنه سوريا في مرحلة انتصار، سوريا في مرحلة إعادة إعمار وعم نتعافى بشكل سريع. منلاحظ نحن باجتماعنا خلال ملتقى رجال الأعمال السوري الهندي رغبة الكثير من الهنود في الاستثمار في سوريا. من ناحية هي ناحية الجغرافي السوري، نحن بنعتبر أن سوريا منطقة استراتيجية لتخديم ليس فقط السوق السوري ولكن أيضا دول الجوار. واثنين، ثقة هاي الشركات بأنه طالما قدر الشعب السوري الانتصار في هذه الحرب فأكيد رح يقدر الشعب السوري بتحريك العجلة الاقتصادية. يعني نحن اليوم عم نمر بمرحلة كتير حساسة مثل ما ذكرت سابقا، عندنا ثقة تامة بأنه رح يكون في تعاون على مستوى عالي بين سوريا وأصدقاء سوريا. وإذا بدنا نحن اليوم نتحدث عن مشاركة بيلاروسيا، بيلاروسيا كصناعة تعتبر من الدول القوية في آسيا. لا أنا جبتها كمثل، يعني كمثل نعم، نتحدث عن الهند أكثر لأنه هذا الوقت مخصص. صحيح صحيح صحيح، وفد الهندي صحيح. طيب بس أنا حبيت أعمل مقارنة بين بيلاروسيا والهند. تفضل. أنا مثل ما شفنا ومثل ما لاحظنا وخلال كل اجتماعاتنا، التكنولوجيا الهندية أثبتت كجودة أكثر من التكنولوجيا في بيلاروسيا، ولعب هون العامل السعر. نحن من خلال الهند قدرنا نحصل على جودة عالمية وعلى سعر منخفض، وأنا باعتقادي أن السوق السوري بحاجة هذا العمل. طيب نحكي عن تجمع رجال الأعمال السوري الهندي بهذا الخصوص، هل هو فعال فعلا على أرض الواقع؟ بدأ فعالية هذا التجمع هي السنة فقط، يعني كان انطلاق المعرض هو انطلاق ملتقى رجال الأعمال السوري الهندي بعد طبعا بداية الحرب على سوريا، ونحن كنا مبسوطين بالتعاون معهم أو التواجد في هذا الملتقى لأنه قدرنا نعيد العلاقات ما بين رجال الأعمال السوري ورجال الأعمال الهند، وفي المستقبل رح يكون هناك مشاركة أكبر. يعني نحن اليوم لازم نتوجه للهند لأنه الهند فتحت أبوابها للمجتمع السوري، ورح يكون في المستقبل القريب عدة اتفاقيات وتوقيع عقود مشتركة ما بين البلدين. يعني الهند نحن لازم نخص بالذكر، نتشكر الشعب الهندي والحكومة الهندي للوقوف مع أخوانهم في سوريا، مع الشعب السوري. الشعب السوري والشعب الهندي حتى لو ذكرناه هلأ في خندق واحد في الحرب على الإرهاب، فما مرت به بلدنا سوريا مرت به الهند وما زالت تعاني منه. طيب أنا قبل ما أطلع لعند الزملاء بدي أسأل أيضا السيد أيمن التعمري بخطة العمل الموضوعة. يعني قال سيد زين بأنه تجمع رجال الأعمال السوري الهندي ربما في طريقه لأن يتفاعل، ربما في طريقه لأن ينجز، ولكن ما الذي الآن نحتاجه ضمن هذا الخصوص؟ هل نحن نشجع تجمعات اقتصادية من كلا البلدين، أم نحن نشجع على تعزيز علاقات اقتصادية بين الحكومتين، أم نحن نشجع مبادرات فردية لشركات خاصة ورجال أعمال؟ هلا هو لما بيكون بين الحكومتين مباشر فيهم التجمعات، بعدين رجال الأعمال لازم يكون في وحدة كبيرة بين سوريا والهند. مادام هنا الموضوع الهند في عندهم كل قارة، الهند قارة ما عم تحكي أنت على شيء، في كل شيء. نحن لما أول مرة طلعت على الهند أنا من 3 سنين تفاجأت، يعني أنا نحن من الهند بالعامية كنا نمزح فكروك هندي. الهند شغلة المواصفات الموجودة الكواليتي كتير عالي، انت عندك كانت يعني الكواليتي، انت عم تحكي بكواليتي كل شركه بالهند في لها مرجعيه بالمانيا بانجلترا في لها مرجعيه، فعندها كواليتي عالي. فنحن لازم نتعاون معهم بطريقه كتير كبيره، خاصه نحن علينا حصار لتاريخ الساعه. انت اليوم مثلا بدك تجيب بضاعه من المانيا، بدي اجيب انا اي قطعه من المانيا بدي اخذها على دبي، ومن دبي على لبنان ومن لبنان لهون، يعني انا عم بكون ماشي بطريق طويل. أنا من الهند لهون 18 يوم عم بتكون الباخرة هون، عم تيجي بضاعتي لهون وشحنا صار كذا شحنة. بس أيضا ضمن الحظر والعقوبات الاقتصادية، يعني العقوبات الاقتصادية لم تحدد الدول، هي عامة على سوريا. بس أنت فيها عفوا، نحن مدام لما بدنا نجيب من ألمانيا ما بيطالعوا لك البضاعة لسوريا أبدا ولا بيعوكي لسوريا، ما بيعوك
عم نشتري عن طريق مكتب بدبي، مكتب دبي بيقول لك مشان ما يعملوا عليه حظر بيروح بيبعث على لبنان، من لبنان عم نجيب على سوريا. يعني انت كنت قبل الازمه كانت 9 ايام توصل الباخره من المانيا لهون، 7 ايام 9 ايام اكثر شيء، هلا الموضوع بطول 3 شهور. وطريقه كمان طريقه التعامل تبعيتهم كثير سيئه صايره، يعني انه سوريا انا ما ببعث لسوريا، ما ببيع لسوريا. في كثير هي في كثير صعوبات عم نشتغل فيها، مشان هيك نحن طلعنا على الهند وشفنا، والنفس اللي انت الماركات اللي بدك تجيبيها من المانيا موجوده نفسها بالهند، نفس الشركات بالالمانيا عم بتصنع بالهند، فانا بروح على الهند بجيبه لهون وبرتاح. مع انه في رغبه دوليه من تلك الدول مشاركه باعاده الاعمار، حتى عم تشتغل على الشق السياسي لتكون جزء من اعاده الاعمار بالمرحله القادمه. اليوم بتشوف انه هالدول يلي ذكرتها مثلا الهند، حكينا قبل قليل بيلاروس، روسيا، اجمالا الاتحاد الروسي مع الصين، قادره لوحدها فقط ان تكون شريكا باعاده الاعمار في سوريا، ام نحن بحاجه الى الصناعات الغربيه؟ لا ما لنا بحاجه، انا برايي الشيء اللي شفناه بالهند في عندهم، انا عم قلت لك مدام انت اليوم بالهند عم بتصنع للشركات الالمانيه، يعني انت اليوم الالمان ما عاد يصنعوا عندهم، هلا الايطال ما بيصنعوا عندهم، هلا الهند عم بتصنع لالمانيا، انا بجيب بضاعه، هلا في كثير بضايع من السوق ماركه معينه اسم عالمي الماني بيكون انديا او تشاينا. طيب انا بدي ارجع لكم بالقسم الاخير من هذا الحوار، لكن اذهب الى الزملاء في هذا التقرير الذي يسلط الضوء على الجناح الهندي ضمن مشاركات معرض دمشق الدولي في الدوره 60. لم تقتصر المشاركة الهندية بمعرض دمشق الدولي في دورته 60 على عرض منتجات شركاتها، بل تخطتها للتشاركية وإبرام عقود مع الجانب السوري للمشاركة بمرحلة إعادة الإعمار. مجموعة التعميري الهندية كانت من الشركات الحاضرة بغزارة في المعرض، حيث شاركت ب 33 شركة متعددة الاختصاصات، منها الإسمنت والكابلات وشركة الجرارات والمحولات والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى شركات أخرى. نحن هالعام مشاركين بمجموعة التعمري ب 33 شركة هندية، منهم مختص بمجال الإسمنت وصناعة معامل الإسمنت، منهم مختص بالكابلات، عندنا شركة جرارات، شركة خاصة بصناعة المحولات التيار الكهربائي بكافة المقاسات، عندنا شركة أدوات طبية ومستلزمات طبية وأدوية، وبالإضافة إلى شركات مختصة بمجال الطاقة والطاقة البديلة أو الألواح الضوئية وطاقة شمسية بشكل عام. طبعا كان لنا مشاركات في العام الماضي كمان بنفس الجناح، جناح جمهورية الهند، كمان كنا وكلاء بنفس الشركات، السنة زدناهم تقريبا حوالي شيء 4 أو 5 شركات. اقبال المواطنين مثل ما انتم شايفين اقبال ممتاز من قبل من ناحيه المواطنين ومن ناحيه رجال الاعمال، اجوا عملوا عقود معنا لاستيراد بعض هذه المنتجات وهذه الشركات. الشركات الهندية المشاركة في معرض دمشق الدولي اكدت ان السوق السورية اصبحت جاذبا للمستثمرين ورجال الاعمال، كما أشارت إلى أن المعرض يشكل فرصة لعقد اللقاءات والصفقات بما يخدم التعاون الاقتصادي بين البلدين والمساهمة في عملية إعادة إعمار سوريا، حيث تم من خلاله إبرام عدة اتفاقيات، إضافة إلى وجود فكرة لإنشاء معمل جرارات بحلب وطرح موضوع التشاركية فيه. وقعوا اليوم هن عقود مع شركة الفورات كومباني، شركتهم وشركة الفورات كومباني، وكمان السفارة عندها برنامج خاص لإلون، السفارة هي عندها برنامج خاص لإلون، وكمان رح يتبادلوا العقود قريبا. إذن الجناح الهندي في معرض دمشق الدولي حط بثقل اقتصادي جديد من خلال شركاته المتنوعة والمميزة، بالإضافة لحضور لافت لرجال الأعمال الهنديين، وهي بوادر تشير إلى فتح قنوات للتواصل الاقتصادي المتين ما بين سوريا والهند بمختلف المجالات. القسم
الكلام الأخير من هذا اللقاء والذي نكون معكم عبر قناة سما الفضائية من معرض دمشق الدولي، لأتحدث مع ضيوفي من الجناح الهندي عن عدد من التفصيلات الاقتصادية التي تحدثوا بها أو على الأقل حدثت معهم في هذا المعرض. أعود مرة أخرى إلى السيد أنمول لأسأل، هل زرت عدد من الأجنحة والأماكن بالمعرض؟ السنة الماضية زرته كله. Keep talking. لأنه كنا أقل عجاء. This year the response of the customers is great, so I didn't get the opportunity to. أما هلا الإقبال كان عندنا كتير كبير، فما كان عندنا وقت لأنه نشوف ونفتح بعرض. Which in fact is a very plus point or motivational for Indian investor or Indian businessman. وهذا الشيء كتير محفز للرجال الأعمال الهنديين. If in 1 hour 10 potential people, if in a 1 hour 10 people are coming. إذا بالساعة الواحدة 10 أشخاص عم يجوا، خمس أشخاص عندهم فرصة كبيرة بأنهم يوقعوا صفقات معنا. الآن أتحدث عن فعالية أن يكون هنالك تكتلات اقتصادية الآن، إذا كان في القطاع الخاص أو في القطاع العام. بمعنى الحديث عن تكتلات سياسية يوازيها حديث عن تجمعات وتكتلات اقتصادية. هل تعتقد أن هذه التجربة ممكن أن تنجح في الحالة السورية؟ أم نحن نبحث عن مبادرات وعن رأس مال ممكن أن يكون وفق العرض والطلب، وهذا ما يحدث في معرض دمشق الدولي؟ هل ترى ذلك؟ I didn't get you, please. Yes, for sure. I think with the with the passage of time, last year it was a. نعم بالتأكيد نحن بالسنة الماضية. Okay, but this time it's excellent response. نحن بالسنة الماضية كان عنا أكثر من عقد، وهي بالسنة هي كان الفعاليات أكثر وتوقيع العقود أكثر. I think this time we, myself and my team from India, we are having a great time. هالمرة. Busy schedule. نحن ورفقاتنا عنا جدول كتير مليء ومع عم نعمل كتير صفقات. لهيك هالسنة نحن عم نستمتع بالمعرض أكثر. سؤالي الأخير، ربما حضرتك لديك تجربة مع سوريا، إذا كان ببعدها القطاع الخاص ممثلا بالسيد أيمن أو بالقطاع العام، وتحدث لي عن علاقتكم بالسفارة، ولكن أنا الآن أتحدث عن أي شركة، أي رجل أعمال هندي، من المنطقي أن يطرح عليه السؤال التالي: هل هي مخاطرة أن تأتي برأس مالك إلى سوريا؟ Can you please repeat? No, I don't think so. There is no risk. It has been like more than a year since we are doing a trade business. ما في مخاطرة. إحنا إلنا أكثر من سنة عم نشتغل مع شركة تعمري، وعملنا لهم أكثر من 6 شحنات. كانت motivational for us to come here and start that trading business. وهذا الشيء حفزنا نرجع نجي لهون، نرجع نعمل صفقات. That what we are doing in the form of transformers, electrical equipment, بحقول الطاقة الكهربائية. نعم، شكرا. سيد زين، ايضا سؤال اخير متعلق بما ذكرناه قبل التقرير وهو نظام البي او تي. الان نحن نقول انه نبحث عن مبادرات، عن اقتراحات، هي بطبيعة الحال تبادل أفكار وآراء فيما يتعلق بإعادة الأعمار، ومن حق الجميع أن يطرح هذا الموضوع. لكن بالخبرة الاقتصادية مقارنة بأنظمة بي أو تي أجريت في بعض من الدول العربية وفي بعض من الدول الغربية، هل تعتقد أن سوريا كنموذج ممكن أن تعمل بهذا النظام؟ وفق الرؤية التي نتحدث عنها أن عدد من الشركات الهندية ممكن أن تأتي وتستثمر بالقطاع الخاص، ومن ثم أصبحت تشاركية لاحقا، نتحدث عن التجربة الهندية، ممكن أن نجلب هذا النموذج إلى سوريا بنظام البي أو تي؟ حقيقة هذا النموذج، أو دعيني أقول أن نظام البي أو تي، هو من النماذج الناجحة للمساهمة في سير أو تحريك العجل الاقتصادي.
عدة مشاريع تم طرحها أو مناقشتها ما بين الوفد الهندي والجانب السوري للعمل على نظام الـ BOT Build, Operate, Transfer، يعني بناء المشروع والعمل على المشروع وفي المراحل في المستقبل نقل هذا المشروع تحويل المشروع عفوا إلى القطاع العام. عدة شركات أبدت اهتمامها بهذا النظام، ومن المتوقع قريبا بأن يتم توقيع عدة عقود على نظام الـ BOT في سوريا. وأنا برأيي الشخصي هو نظام ناجح، وهو من أهم البرامج الاقتصادية الممكن تساهم في مرحلة إعادة إعمار سوريا. يعني نحن على نظام الـ BOT في مشاريع طرحتها الدولة مهمة استراتيجية، وفي رغبة من الشركات للاستثمار على هذا النظام أيضا. يعني هو it's a win-win situation، يعني معادلة ربح ما بين الطرفين، القطاع العام أو كحكومي والشركة الخاصة. بس أنا عم بحكي عن تسوية اقتصادية بطبيعة الحال. سؤال الأخير للسيد أيمن بهذا الموضوع، قبل قليل قال زين بأنه لازم رجال الأعمال أو رأس المال يلي طلع ممكن يرجعوا يستثمر بسوريا. نحن خلال الفترة الأخيرة شفنا زيارات متعددة لرجال أعمال سوريين غادروا نتيجة الحرب وعادوا الآن بأفكار ربما وطروحات أو على الأقل برؤى. هل أنت مع أن الأقرب للاستثمار في سوريا هو رجل الأعمال السوري الذي بقي أثناء الحرب، أم الموضوع يقتضي أن يأتي من غادر ليعيد استثمار رأس ماله في البلد؟ هلأ وصلنا لمرحلة أنه بهلأ حلب رجعت المنطقة الصناعية فيها كاملة، حسي موجود المناطق الصناعية. بتمنى على كل شيء سوري غادر يرجع لسوريا، وكل هذا نرجع ايد واحدة نرجع نعمر هالبلد، نرجع بخير وسلامة، وما بدل أكثر أحكي أكثر. بتمنى لكم التوفيق، لا سيما بالمشروعات أيضا ضمن المأمول من الهند إلى سوريا. السيد أيمن التعمري وحضرتك الرئيس التنفيذي لمجموعة التعمري، شكرا جزيلا. الدكتور زين عباس الخبير بالشؤون الاقتصادية السوري مقيم بالهند، أشكرك. وأيضا السيد أنمول شارمي، أيضا المدير العام لشركة جلوب العالمية جلوب انترناشنال، شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا أنقل لكم تحياتي والفريق العامل معي من هذه الحلقة التي قدمناها من مدينة معرض دمشق الدولي. إلى لقاءات أخرى.